إذا تحية مجددة لكل الرفقات والرفاق والأصدقاء والصديقات وأخوتنا كلهم بالوطن الحبيب وخارج أرض الوطن، وكل من كل أي إنسان يتوق إلى الحرية ويؤمن بالعدالة الاجتماعية ويؤمن بالمساواة والحق في التعبير عن الرأي للجميع حتى للناس التي يختلفوا معه. المداخلة ديال اليوم هي في سياق نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه ديال الفضح ديال العدو ديال الشعب المغربي واللي هو النظام الملكي تحت قيادة محمد السادس. اللي بغيت نأكد أنا هو أنه ما ينفع، ما بقاش ينفع مع المغاربة حتى شي محاولة من هذه المحاولات المخزنية الباهتة التي يقوم بها المخزن. ف الدور ديالنا على الأقل على المستوى الإعلامي أننا وصلنا للشعب المغربي، ولو وصلنا الشعب المغربي المرحلة ولا متيقن فيها على أن كل ما يصيبه من خراب وكل الانتهاكات اللي تدار في حقه وكل السياسات ديال التجويع وديال التفقير والتهميش والنهب والتهريب إلا وأن محمد السادس هو زعيمها وهو مهندسها الاول، هو والشركاء ديالو بطبيعه الحال، سواء الناس اللي تخدموا كلهم تحت اوامر الديوان الملكي. اذا هذيك الخرافه القديمه اللي كانت مسلكه مع الشعب وكانوا يعتقدوا بانه الملك مسكين، ديال القصص ديال الجحا وديال داك الشيء ديال انه الملك مسكين مكفيه عليه القدره وانه اللي دايرين به خايبين والوزراء زعما الوزراء خايبين والناس في الحكومه خايبين وما تيخليوش الاخبار يوصل ليه، تيوصلوا ليه غير المزيانه فيما يسول على الشعب، او الشعب مزيان ولا هذوك الناس بغاو يثوروا عليك، هذوك الناس بغاو يتعداو عليك. لا، هذه الهضره هذه هضره خاويه وتنقولها وتنعاودها. لاش؟ لانه لا كنا ولا الخبر ديال المغرب تيوصل في اقل من ساعه ديال الزمن للناس ساكنين في الارجنتين وساكنين في الصين وساكنين في اليابان وساكنين في استراليا في اوروبا في افريقيا في الدول الشرق الاوسط في امريكا في كندا في ايسلند. فلا يمكن على انه الخبر الحقيقي وما يقع حقيقه للشعب المغربي ما تيوصلش للانسان اللي هو مسؤول على انه هو يقلب على اوضاعهم، ماشي غيتسنى الخبر يوصلوا. في هذا الوقت هذا وصلنا لمرحلة أنه الملك إلا جلس غير يريح مع راسه في الدار وسد عليه الشراجم وداك الشيء وحل غير التليفون ديالو غادي يسيق الأخبار اش تيوقع للشعب. علاش؟ لأنه عنده الإنترنت، عنده جوجل، عنده يوتيوب، عنده الفيسبوك، عنده كل شيء، كل شيء عنده. وبالأخص هذا أنتم ما تتشوفوه معروف غير بالسيلفيات، يعني التليفون ما تيحيدش من يدو. غلب المراهقات ديال 13 عام في الدول المفشة في السيلفيات، لكنه حاجة واحدة اللي ما تيخدمش ليها داك التليفون وداك السمارت فون داك الهاتف الذكي، هو أنه يفتح الانترنت ويدخل لصفحة من صفحات اليوتيوب ويدخل ويسمع يكليك يقول كوارث في المغرب، يكتب في العنوان جوجل كوارث في المغرب ويرى ما يخرجوا ليه الكوارث. إذا كان غير بلاد اللي حكمها وملك بحاله هو عنوانها الخاص وعنوانها المتميز هو الكوارث. إذا هاد الخريفة هذه وهاد الخرافة هذه الحجاية اللي كانت مسلكة وكانوا مروجين لها لأنه ما كانوش وسائل الإعلام كافية لأنها نقدروا نضادوا بها ونوضحوا للناس على أنه راه هذاك الكلام غلط. كان الوحيدين اللي تيقولوها كانوا يقولوها ناس مثلا تيحاولوا يقولوها بفامهم يقولوها بالجورنال، كانوا تيتعرضوا للاعتقال في الوقت ديال الحسن الثاني وهذا إلى آخره، وتيتجمعوا بالزربة وتيتحاكموا بمحاكمات سورية، كاين اللي تيتقتل كاين اللي تيتقتل، اللي مشى تيغبر ما تيسيقولوش خبار حتى فينا هو، واللي فلت بجلدو تيمشي للمنفى وتيمشي لشي دولة وتيبقاو تما تابعينه ومخالعينه. لكن في هذا القرن 21 هذا انه التكنولوجيا ولات سامحه لنا على اننا تنقولوها بصراحه وتسمعوها من الصغار للشيوخ في البيوت ديالهم في المغرب، وخا نخاطبوهم حنا من خارج ارض الوطن ما تيقدروش يقطعوا هذا الصوت ديالنا، هذا اللي هو صوت الحق اللي تيوصل الحقيقه للناس في المغرب على الواقع اللي داير بهم، واللي هما عارفينه حنا عارفينهم عارفينه، غير هو الكلام فيه ما تيداولش
لاش الناس وادخل سوق جواك وعندك راه الحيوط عندها الودنين وعندك لا صورطيه عندك كذا من هنا، رباو في الناس واحد الضمير تطوعي تيقول لهم عندكم ما تهضروش في هذا الشيء، راه لانه دابا علم النفس يتكلم على هذا الشيء. ولكن بلا ما نغوصوا في التحاليل ديال علم النفس وهذا، انه صنعوا شعب مغربي هو حاضي راسه وهو تيذكر راسه بانه ما عندوش الحق يتكلم على الملكيه وما عندوش الحق يتكلم على الحكام. لكن صوتنا حنا جا حرك حيد داك الحاجز ديال الخوف. لاش؟ لانه الناس بحال تتهضر معاهم وهما بحال تيتجاوبوا معاك واخا تيكونوا غير ساكتين، تتقول له هاد الهضره تيقول في خاطره بصح هاد الهضره راه كاينه ومعقوله ووصلناهم لواحد الحد اللي ما ولاش قادرين ينكروها. اذا ديك الخرافه ديال ان الملك بريء من هاد الشيء اللي تيوقع في المغرب تكسرت. دابا بغاو يخرجوا بانهم يوليو يحيوها، تيديروا محاولات متعدده، وعلى راسها اللي تنقولها وتنكررها هو انه بغاو يستغلوا المقاطعه باش يوليو يبينوا بان الملك مظلوم ويبينوا بان اخ نشوش هو اللي مجرم وهذيك هاد ديال السونترال هو اللي مجرم. هذا كانه هاد الشركات هذه هي ما عندها حتى علاقه مع المؤسسه الملكيه، وكان هاد المؤسسه الملكيه زعما يديها مرفوعه مسكينه ورجليها مشلولين وما قادراش دير حتى حاجه. لا لا لا، هاد كل شيء هاد الشيء ديال الملكيه هذه غير مناسبه باش كانوا داروا هاد المقاطعه وقالوا غنروجوا غنخرجوا الابواق، هاموا الطربوشه هاموا الستيلو هاموا الطورنوفيسا هاموا الكروسه هاموا الهيدوره، كاع هاد الموالين هادو خارجين باش يبقاو يهضروا هذا والمقاطعه والى اخره وكذا من هنا عاش الملك. اذا لاعاده داك باش يوليو يثبتوا ديك الفكره ديال انه زعما راه ها هما هاد الناس ها هما عرفنا الاعداء ديالنا، ولكن ها هو الملك راه معانا راه ضد هاد الاعداء. وهو تيحاول انه يجي في كل خطاب تهجي جديد تيحاول يبغي يبينها زعما ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ربط هذا بهذا، والناس ما كانوش في قد المستوى زعما، وتزيد ياكد على انه بريء. لا، ما بقاتش مسلكه، غتجيبوا عبد العبيد ديال العالم كلهم ولا العبيد ديالكم توارقه كلهم ما ينفعوكش يا محمد السادس، وما غيفكوكش منا ومن الإرادة الشعبية اللي وجدات على أنها صافي واجدة من أجل طردك والإلقاء بك للقمامة هذا التاريخ. وخا تجيب عبدي يهضر ألا وأنا تنخدم في القصار ولا واه الملك مسكين أعتقوا الملك وأعتقوا الملكية، الملك راه دايرين به الدياب. شوف أكبر ديب وشاف الدياب، ومن يصنع هالدياب هي المؤسسة الملكية. وفي تاريخ المغرب أكبر مجرمين وأكبر سفاحة عرفهم تاريخ المغرب ما خطاوش القصر الملكي، وبالعكس هما الملكيه والاسره الملكيه باكملها. ما كاينش اللي يهلك الشعب المغربي قد الاسره الملكيه. الشيء اللي دوزوه عليه هاد الخدام ديال العرش لا وجه للمقارنه بالشيء اللي دوزوه عليه هاد الملوك. هاد الملوك هادو بحال لي بارازيت، ما يمكنش يعيشوا ويعطيو، تياخذوا ما تيعطيوش. اذا واخا تجيبو ماشي عبد واحد يبقى يهضر من خلف الكاميرا والملك مسكين والملك كذا، شوف راه ما نفعاتش انك تمشي دير عليهم التمثيليه ديال راك مريض ومدور بك عائلتك، لو طلقاتك المراه ما سلكاتش. هاد العاطفه اللي تتبغيو تدوزو بها للمغرب المواطن او المواطنين المغاربه، قتلتو لهم داك القلب ديالهم بالتعدو ديالكم وبالتهميش وبالتجويع وبالعطاله الممنهجه وبهاد السياسه الطبقيه التمييزيه والاحتكار وهاد الاحتقاريه هادي. دابا اليوم هي مثلا انا شفت داك الفيديو ديال داك الرئيس الجماعه اللي قال سير كل في داك المخزني قدام الناس، هذاك المخزني هذاك المخزني سميتو القوات المساعده، وهاد القوات المساعده شكون تتساعد؟ تتساعد هاد الحكام هادو اللي تتعداو علينا، تتساعدهم باش يستمروا في الاعتداء ديالهم علينا. وتيجي واحد من هادو اللي هو هاد القوات المساعده تتحميه هو باش ينهب المواطنين المغاربه، وتتعرفوا شكون هما رؤساء الجماعات المحليه هادو اللي تيربحوا في الانتخابات، راك تعرفوهم يا بركه. يا خنين شهوة تشوفوه بنته تتسارى بالطوموبيله مخلصها الشعب ديال مراكش، وهي تتسارى بها تتخبط فيها في البوطوات في مدينه بعيده على مراكش بازيد من 7 ولا 8 السوايع. اذا هاد الصوره هاد المخزني تتركل وتتهان قدام الناس هي عباره تتفيق هاد المخازنيه وهاد العسكر وهاد البوليس، وتتقول لهم راهم شوفه راكم انتم من ولاد الشعب، راه غير تيستعملوكم بحال الوقيد فهمتيني، تيستعملوكم تيشعلوا بكم العافيه، ملي تتشعل داير لحوك بحال الكلب وتلاح بحال الكلب اكثر من الاهانات اللي تتهان بها المواطن العادي. اذا راه جا الوقت انتم باش تلتحقوا بالحليف ديالكم
الطبيعي اللي هو الفقراء، لانكم تنتم فقراء. انا ما تعتقدش بانك تدبر على رشيوه من عند الفراشه وتتنهب هذا الخضار وتتسلق السلعه لها الدرني مفرش، راه تعيشك. لان في اخر المطاف تتلوح داك الشيء في الصافات 90% منه تيمشي للكبار من القايد وطلع لفوق، وتيخليو لك انت واحد جوج سليبات وواحد ثلاثه الكركوبات ديال المطيشه وواحد جوج تفاحات تديهم وتتحس براسك زعما انت راه عندك نصيب في الكعكه. في اخر المطاف تيجي رئيس مجلس بلدي اللي انت قوات مساعده تساعده على الاستمرار في المركز ديالو، وتيجي وتيركلك بحال 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 شي كلب مسعور، ولا بحال زعما منظر بشع زعما. انا هذاك كنت انا في بلاصه ذاك المخزني فعلا، كون هذاك اخر نهار نلبس فيه ديك اللبسه البدله الرسميه ديال القوات المساعده، لانني تهانيت زعما، لان هذاك الضرب ديال الركلو هكاك تيتركلو به زعما الحمير وتيتركلو به هذا زعما، حتى واحد ما تيقبلو. الناس المناضلين في المسيرات وداك الشيء ملي تيتركلوه هكاك تيركلوهم البوليس هكاك وشفناهم، ولكن تتشوفهم هما جايين على الاقل تيناضلوا تيطالبوا باسقاط هذوك. لا، انت جالس تما قوات مساعده تساعد على الحفاظ على بحال هاد الشفاره في الاماكن ديالهم وتترك من الفوق. يعني بغيت غير نفهم انا شنو باقي ما فقتوش، لا العسكر ولا المخزنيان ولا كاع هاد اللي تيتسمى ميليتير اللي كاع تيلبس الكسوه اونيفورم السلطه، اللي هو سواء من البوليس من الناس اللي تيخدموا مع المدنيين الى الناس اللي تيخدموا في القطاع العسكري. راكم غير تيستعملوكم تيضربوا الشعب بالشعب، تيخدموا ولاد الشعب بجوج دريال وتيجوعوكم وتيطلقوكم تيقول لكم انت بغيتي تعيش سير نهب في ولاد الشعب. يعني تتقتل في خوك وفي اختك وفي امك وفي باك باش هادوك الشفاره اللي معدين عليك انت واللي تيهينوك انت تيستمروا في الحكم ديالهم. إذن هاد طالما هاد الخريفة وهاد الصورة هادي وضحت بأنه الملكية هي أساس الخراب وهي أساس القمع وهي تتهين الناس اللي تيرفضوها وتتهين الناس اللي تيقبلوها، وخير دليل تتشوف غير دوك العياشة. ولما تنقول العياشة وكاع كلهم اللي تيقولوا عاش الملك عياشة، واخا يكون تيخرج تيبغي يمثل عليك زعما يقول لك ولا انا ضد المفسدين، انا ضد الحكومة، انا ضد الشفارة ديال الجماعات المحلية، ضد العمالات، ولكن انا عاش الملك. هذاك هو العياش، لانه تيساهم في مغالطتكم، وكان عن قصد ولا عن غير قصد، يعني باغي يديرها ولا ما باغيش يديرها بالعاني، هو مسؤول قدام كاع هاد الشعب هذا، لانه تيتكلم كلام غير منطقي وغير حق، وتيتحسب هو على الاعداء عوض ما انه هو تيعتقد راه انه زعما تيتكلم ليا على المسؤولين وعلى كذا. راه تيتحسب الا كان العذر ديالو هو انه في المغرب وما تيقدرش وتيخاف، الا الخوف ما تيسمحلكش باش انك تكذب على الناس، الا خايف سكت. مثلا داك الطبيب الشافعي اللي ما عمرنا نساو الخير ديالو والعمليات ملي وقف وجا وقدم هو رساله للملك، حتى هو راه يمارس الغلط بحال اللي دار المهداوي وداك الشيء، ولكن تتعرف منه هو انه خوف، هي مساله خوف. هو باغي هذاك الملف بالضبط، باغيه يستمر وباغيه يموت، ولكن اللي تيجي تيقول لكم لا ما خصناش نضربوا مع الملك، خصنا نضربوا مع الخدام ديالو، راه غير تيخربق عليكم وتيدوخ لكم دماغكم وتيلاهيكم باش تيربحوا الوقت، باش يربحوا واحد 20 عام اخرى، ويجي القلش عاوتاني ويدير لكم عاوتاني شويه المصالحه ويتصالح مع شويه هادو ويشد شويه المعتقلين ويتصالح معاهم ويروج شي شويه ويشري شويه الضمائر ويشوف شي ناس اللي مستعدين يقلبوا الفيستا ويخدمهم حتى هو واحد 5 سنين ولا 6 سنين، ويبدا يخبط فيكم عاوتاني شويه، يطلق الكلاب ديالو حتى هو وهاد العياشه وهاد العبيد وهاد الناس اللي تيكذبوا على الناس، ويبدا يقولوا لكم هو راه ما دار والو، راه الاخرين اللي ظريف اللي خايب هو ظريف والاخرين خايبين، وعاوتاني تعاد القصه اللي دارت مع الحسن الثاني، تعاد مع حسن محمد السادس، مع القلش، مع ولد القلش، مع بنت القلش، وهي غاده. يعني راه حان الوقت باش اننا نجمعوا الصفوف ديال المفكرين وديال المجوعين بما فيهم عسكر وبوليس ومخزنيه. هانتوما تتشوف تيتهانوا، وراه عاد عندنا قصاص ديال الكوميسيرات تصرفقوا على انه داز في موكب ملكي وواحد قال لهم ما عجبتنيش الوقفه فلان، ما عجبتنيش الشوفه اللي كان تيدير فلان، وتصرفقوا ولاو بحال الدراري تيوليو تيطيحوا من الارض وتيوليو تيبكيو وتيجيو تيخرجوا الجذوره ديال العضلات ديالهم زعما وديال الفحوله والرجوله على ولاد الشعب، وهما تيتعاملوا بحال الحشرات من طرف هاد الناس اللي تيحميوهم هما، ومعتقدين انهم واكلين معاهم يا الريح. الا كان هذاك جوج دريال اللي تيعطيوكم وذاك الشويه ديال النهب اللي تيخليكم تنهبوا من ابناء الشعب خوتكم، راه هذاك ما لا يغني ولا يسمن من جوع، هذاك غير تيزيدكم دل على ما دل على ما دل. اذا وصل الوقت باش توحد الصفوف،
لانه الملكيه في سقوط، راه طايحه، راه غير غتزادوا معانا ولا غتكونوا ضدنا، وغادي غير تخسروا هذه المعركه، لان اللي تدافعوا عليه هو اصلا طايح ومستعد للهرب، ويهرب ويسمح فيكم بحال داك اللي تما العاجزين، وذاك الساعه بقاو تبغيو تمثلوا علينا، وكان هذا وكان حق هذا، وكان حق السيد على العابد، وانا كنت محكوم وانا كنت خايف. هذه هي الفرصه ديالكم باش تبينوا بان باقي عندكم شويه النخوه، باقي عندكم شويه الكرامه، وباش تسترجعوا الوطن ديالكم، وتساعدوا خوتكم المناضلين الاحرار وخواتاتكم المناضلات الحرات من هاد الجمهوريين، الحركه الجمهوريه اللي باغا تجيب الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه والمساواه للوطن، وباغا تسترجع الوطن اخيرا، ترجع عليه الهيبه ديالو والقيمه ديال المواطنه المغربيه والقيمه ديال المواطن المغربي اللي اصبحت في الحضيض على يد محمد السادس. اذا هذا هو كل ما عندي في هذه المداخله ديال اليوم هذا، باش نحاول نستفز داك الضمير ديالكم اللي بدا تيفيق شيئا ما، وفئات شعبيه عبرت على انه تيفيق، ولكن لا زال البعض يعتقد على انه ليس هناك ضروره من اننا نظلم. الضروره تلح والملكيه ساقطه. إلا تحالفتوا معنا وإلا تزادتوا ودفعتوا على حقوقكم ونضجتوا وعيتوا الناس اللي بجنابكم وفقتوا، فغتسقط بسرعة وغننتقلوا بسرعة من هذا الوضع المزري إلى وضع أفضل. وفي انتظار استرجاع الوطن ديالنا وإطلاق سراح كل المظلومين اللي تعتقلوا قهرا فقط لأنهم طالبوا بحقهم في الحياة، أتمناكم على ألف خير، وإلى إلى الملتقى في حلقة قادمة ومداخلة قادمة. تحياتي لكل الحرات والأحرار.